ورجعنا لكم مره تانية، وزي ما وعدناكم هنتكلم عن تجهيزات العيد. طبعا اتكلمنا عن الكفارات، هنتكلم عن الستائر. الستائر هي مش الشيء الاساسي برضه، مش هدخل في موضوع حلقتي واسيب الاستاذ صورتي نوره. ننور طبعا. طبعا في بدايه الفقره الاولى كنا بنتكلم عن كفارات الاندريه، وزي ما وعدتكم قلت لكم النهارده الحلقه كلها هتتكلم عن سيزون العيد. النهارده هنتكلم عن بيدج كبير جدا بيتكلم عن الستائر والتصميمات والالوان. بس اهم حاجه في البيدج ده ان هو مش بيصمم الستائر بمزاج الشركه، لا ده هو بيسيبها للعميل الحاجه اللي نفسه فيها بيبداوا هم يصمموها. مش هقدر اتكلم في الموضوع طبعا كعادتي، لان انا بسيب الكلام لذو الخبره. معانا ومعاكم استاذ باشمهندس مصطفى اسماعيل، رئيس قسم التصميمات والمدير التنفيذي لشركه ستاره. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ باشمهندس، نورتنا. ربنا يخليك. عايزين نعرف شركتك اكتر وحضرتك اكتر. ربنا يخليك. هو الاول قبل ما اتكلم كل سنه وحضراتكم طيبين وحضرتك طيب ورمضان كريم، وربنا يا رب يعد الايام على خير. والمناسبه الثانيه برضو حابب اقدم التهنئه لاخوتنا المسيحيين وبنسبة عيد اليوم المجيد. طبعا كل سنه وهم طيبين ويا رب دايما مصر كده اعيادنا كلها بتيجي مع بعض. الحمد لله، يعني السنه دي العيدين جايين مع بعض والايام دي كويسه، وربنا يا رب يجعل دايما مصر في خير وسلام ومن احسن لاحسن باذن الله. باذن الله يا فندم. الحاجه الثانيه اعرف نفسي بقى. ايوه. مهندس مصطفى اسماعيل، رئيس قسم التصميمات والمدير التنفيذي في شركه ستاره. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يخليك يا فندم. ايه الشغل بقى حضرتك؟ عاوزينك تكلمنا عن الشركه وشغل حضرتك. والله بص، هو الشغل في الشركه يعني في البدايه خالص ما كانش حاجه سهله، يعني ان انا اتعامل مثلا مع شركه زي شركه ستاره كان موضوع بالنسبه لي في البدايه حاجه يعني كبيره، ان انا بشوف شفت الصفحه بتاعتهم شفت شغل ليهم، فحسيت ان هي مسؤوليه بلس على كده ان انا مع تيم كبير بالنسبه للاداره بالنسبه للمبيعات بالنسبه للمصممين، حاجات كده حسيتها مسؤوليه كبيره خالص يعني. بس بفضل الله، بفضل الله يعني الحمد لله الواحد برضو يعني بدا يكبر نفسه. بدات مثلا اشوف هو الستايل هم ماشيين بيه ازاي، لقيت حاجات كتير يعني مختلفه. بس الميزه اللي في الشركه ان الشركه مش بس مثلا ماشيه زي السوق، لا ليه مثلا دلوقتي لما حضرتك مثلا راح تجيب ستاره بتروحي في المحل بتلاقي نفس ده عند ده، حتى في محلات كبيره او في اماكن كبيره كله متشابه لبعضه، كله شبه بعضه يعني تقريبا، يعني تحس ان اللي هنا نفسه اللي هنا هو هو. لا الشركه في شركه ستاره في حاجه مختلفه، ان هو الزبون مثلا او العميل بيبعت تصميم عايز التصميم ده في ستاره. حلو جدا. دي مسؤوليه ليه؟ ان انا هعمل تصميم هختار الوان، يعني التصميم اللي بيختاره العميل حضرتك بتعمله. اكيد. هو يعني في ناس مثلا في من فتره برضو قريبه في عميله بعتت صور لبناتها عايزه تحط الصور على الستار، مفيش مشكله في اي مناسبه ايا كان. صور بناتها على الستار. صور البنات على الستار. حلو جدا لما تحط صور البنات جديده. طبعا في صور كتير مثلا في مناسبه، في مناسبه خطوبه، في مناسبه ايا كانت المناسبه، في صور كتير بتتبعت وعايزين يطبعوا الصور على الستار. بتتعمل طبعا. في الشركه في يعني ماشيين بسياسه مفيش حاجه مثلا صعبه، مفيش حاجه مستحيل. مفيش مستحيل. لا. الشركه مبتدئه من امتى؟ يعني بقالها كام سنه كده؟ هو والله الشركه ليها فتره كبيره في السوق بتعمل شغل، يعني فتره كبيره يعني ليها ممكن تعدي اكتر من 10 سنين مثلا. ما شاء الله. تمام. فموضوع التصميمات الشغل التصميمات الجرافيكس وكده والتصميمات اللي هي الديزاين اللي هي 3 دي اللي دخل السوق الفتره الاخيره اكيد ده يعني الشركه يعني كانت رائده فيه. انا لما جيت دخلت الشركه انا مصمم على فكره، بالمناسبه انا شغال في التصميمات لي اكتر من 16 سنه. انت اللي بتصمم الستاير وكده؟ انا يعني واحد من ضمن فريق عمل كبير في الشركه، بس الحمد لله ربنا كرمني يعني وبقيت انا المدير يعني فيهم. حلو جدا. ربنا كرمني الحمد لله. باشمهندس مصطفى كلمنا عن الخامات والماتيريال الموجوده عندكم، اكيد بتتميزوا عن اي شركات ثانيه بالخامات والماتيريال. اكيد طبعا. هو الشركه يعني قصه ان لو زي ما اتكلمنا من شويه عن السوق، السوق مثلا بيمشي في خامات معينه بس دي يعني مثلا في ممكن لو رحنا نشوف مثلا شيفون مثلا نشوف الستان نشوف خامات زي كده، الشركه لا بتوفر في خامات ثانيه في تصميم مثلا انا عايزه بس بالخامه دي او الخامه دي، الشركه موفره ثلاث خامات مختلفه يعني بتختلف الخامات عن بعضها. طبعا بتختلف لان اللي ممكن مناسب مع حضرتك مثلا مش مناسب مع زبون مع عميل ثاني، مش مناسب مع عميل ثاني واحد. اكيد. وديكور المكان مثلا الفرش اللي فيه ينفع معاه يسيح، احنا عندنا ثلاث خامات في القطيفه وفي الكتان وفي خامه اللي هو الحديد. ايه افضل خامه؟
والله ما فيش حاجه لا ما فيش حاجه عندنا اسمها افضل كام. هو الحمد لله كل الكامات عندنا كويسه. طب ايه اللي بتطلب يعني افضل حاجه بتطلب منك او اكتر حاجه؟ لا هو قصه افضل، لا ما فيش افضل صراحه، لان كل الكامات صراحه كويسه. تمام. بمعنى ايه؟ حضرتك مثلا في الليفنج روم في حاجه تمشي معاها، في فرش معين يمشي معاها الخامه دي. اكيد كل حاجه ليها المناسب ليها. في ناس مثلا بتفضل الخامه دي، في ناس بتفضل الخامه القطيفه. تمام. مش القصه ان احنا ما بقاش في بقى يعني ايه موضوع ان انا اجيب ستاره خفيفه للصيف وستاره تقيله للشتاء، لا كل الخامات بقت متاحه دلوقتي. كل الخامات متاحه. يعني كل الخامات احنا نوعنا في الخامات بحيث ان احنا اي عميل عندنا تكون الخامه معانا مناسبه ليه، مش بس في موضوع السعر بس. لا لا، هو في احيانا مثلا في ديكور البيت بيمشي معاه الحرير بس، في حاجات تانية بتمشي معاها القطيفه، في ناس بتمشي معاها اكتر الكتاني اللي هو الكتاني الصناعي. وفي صور لشغل حضرتك ما شاء الله جميل. ربنا يخليك يا فندم. لا بجد شغلكم هو صراحه موضوع التصميمات دي يعني حاجه مرهقه، ويعني يعني بتبقى مسؤوليه وقت ومجهود وتركيز كبير أكيد جدا. لان في احنا تعاملنا مع اماكن كتير وبراندات كتير طبعا. وتعاملنا يعني زي مثلا في مهندسين ديكور بيبعت لي مثلا جزء في الليفنج روم بيقول لي ظبط لي ستاير على الحاجه دي، بعت لي مثلا حيطان كده وارضيه وبس. في بيبعت مثلا واحده تبعت طقم الانتريت وانا عايزين نعمل ستاره مناسبه للطقم ده. فقصه اني انا اظبط التصميم مش بس لون، يعني انا مش بدي ستاره كالوان بس، يعني مثلا سي اصفر ازرق ايا كان اللون، مش بدي لون بس، لا ده بيكون الرسمه ماشيه متناسبه مع الالوان وماشيه متناسبه مع الديكور بتاع المكان. اكيد تمام. فدي يعني تعتبر مسؤوليه كبيره جدا. مسؤوليه وبياخد وقت. طب نرجع بقى لاول حاجه. باشمهندس مصطفى انا عايز اعرف الفكره جات لكم ازاي؟ يعني مش اول حاجه كده قلت لا احنا نشتغل في موضوع الستاير. اكيد جربتوا حاجات وخلاص استقريتوا على موضوع الستاره. ايه بقى هي في البدايه؟ ممكن يعني هو الموضوع ده حصل مش محض صدفه بس، او مش بسبب موقف واحد، وحصل اكتر من موقف. منهم لما اختي كانت بتجهز لجوازها وكده، نزلت كنت انزل انا يعني بنشتري معاها الحاجات وكده. فاشتريت الانتريه قبل ما تشتري الستاير، فضلنا نلف على المحلات ايه اللي ينفع معاها، لا دي مش عجباني، لا دي لا ده مش هينفع، لا اللون ده مش هينفع. ما تقولش بقى ان انت قررت تصمم لها انت على حسابك. ما انا قلت طب ليه مثلا انا الستاره شفت. طب حتى يعني حضرتك احيانا شفت التيشيرتات اللي بتتلبس احيانا بيبقى مكتوب عليها اسم او صوره او شكل. فعلا. طب ليه ما تعملش الحاجات دي على الستاير؟ في مشكله هنا ان الستاره حجمها كبير. الستاره حجمها كبير، يعني في ستاير عندنا بتوصل لل 7 متر، الجنب الواحد بس بيوصل 7 متر واكتر كمان. فالفكره جت من هنا، دي المحلات بتنزلي كله شبه بعض، لازم تضطر انك لازم الستاره لازم تشتري. اكيد. بس مش هتنفع معانا. الستاره جزء مهم في البيت طبعا، واخده مساحه. يعني مثلا الانتريه بيكون مثلا مساحته قد كده، باقي المكان بيكون الستاير. فليه طيب ما يكونش مثلا انا اعمل تصميم الستاير برضو بتدي شكل للبيت وبتدي راحه نفسيه لما كل الستاير متناسقه مع الفرش. طبعا كله بيكون كله بيكون يعني زي منظومه كده متكامله مع بعض، كله مكمل بعض. يعني زي مثلا ايه لو اتكلمنا مثلا بلغه المطبخ، يعني الاكل والملح، لازم الاكل فيه نسبه معينه من الملح. اكيد. تمام. لو النسبه دي زادت مش لذيذ، لو قلت برضه نفس القصه. لازم يكون مظبوط بالظبط كده. فدي يعتبر يعني بدات الفكره من الموضوع ده. الحاجه الثانيه برضو انا اخذت فتره كنت شغال في مكتب هندسي انتيريور ديزاين. يعني حضرتك ما خدتش الموضوع دراسه؟ لا درست. لا هم والله هو كان الاثنين. هو مهندس تصميمات. هو صراحه كان الاثنين. انا والدي رحمه الله عليه كان اصلا خطاط يعني. ف بدات موضوعنا من زمان، يعني هاوي الموضوع ده، وكنت ارسم بورتريهات زيت والوان مائيه وكده. وراثه. وابتديت اعرف يعني وانا من فتره كبيره كده عرفت موضوع الفوتوشوب والتصميمات على الكمبيوتر ايه هو ده ازاي يعني. فصراحه استعنت بناس خبره، بقيت اسالهم هو في حاجه اسمها فوتوشوب بيعمل صور الرسومات دي بدل ما برسمها على ايدي؟ بتترسم على جهاز الكمبيوتر بتبقى دقيقه وبتبقى احسن. قال لي يعني. ده كان يعني بحب بالمناسبه يعني اوجه الشكر لباشمهندس مصطفى المراغي والباشمهندس ميلاد رزق. هم دول يعني الناس اللي كانت مسكت ايدي في البدايه يعني. اللي شجعتك بمعنى اصح. هم اللي في ناس بتحفز الشخص ان هو يستمر وينجح. قال لي انت بتعمل حاجات كويسه، المفروض ليه ما تزودش الحاجات دي، تستخدم مثلا الاسلوب حديث للرسم. البرامج دي برامج الكمبيوتر بتطلع لك لون مظبوط، لو حبيت تنفذ اي تصميم ايا كان بيترسم بيتظبط على مساحه اللي انت عايزه، ريزوليوشن عالي كده يعني. فصراحه يعني الموضوع كان هوايه وبلس على كده كان لازم الواحد لما باخده بطريقه علميه بيكون اقوى. طبعا اكيد بيكون اقوى. الدراسه ما فيش زيها اكيد. تدرس الحاجه وتكون فاهمها بالظبط تطلع شغل ممتاز. طبعا الحمد لله يعني. فصراحه يعني ده نفعني جدا في الشركه.
في الشركه يعني انا بدات كنت مصمم عادي شويه بشويه لغايه ما ربنا كرمني يعني وبقيت مسكت قسم التصميمات يعني. بس فالحمد لله يعني الموضوع ده يعني كان مسؤوليه كبيره وربنا يعني الحمد لله كرمني والحمد لله قدرنا نوصل بالشركه للمستوى اللي هي فيه حاليا. يعني صراحه يعني كفايه ان لما بنعمل تصميم بنتعب فيه يعني ممكن بناخد فتره كبيره في التصميم. عميله بتبعت بتقول انا مش عارفه يعني في يعني لغايه اللحظه دي في ناس مثلا بتتصل بتقول احنا مش عارف انا عايز اعمل ستار بس مش عارفه اختار ايه مش عارفه اختار ايه الوان شاركها الراي دي مشكله دي مشكله دي مشكله يعني عايزه تعمل ستاره كويسه بس ما عندهاش افكار بالظبط كده فانت بتديها واللون افكار واللون بقى يعني ممكن تقول انا عايزه الرسمه دي بس باللون ده على خامه كذا في مقاس كذا طب اللي هو ازاي طب احنا ما نتصل قطع حضرتك ماشي ماشي اتفضل يا الو الو السلام عليكم عليكم السلام صباح النور استاذه ميران ازي حضرتك ميران اهلا بيكي اهلا بيكي نورتينا ايه رايك في شركه ستاره انا ما بتصل بيكم عشان كده حبيت اشارك معاكي رايي في شركه ستاره انا كنت عروسه وبتجوز وكنت بطلب معظم حاجاتي اونلاين فكانت بيتي وحشه جدا وهي سيئه بس كنت عاوزه اجيب ستاره في بيتي شيك زي اللي كنت مش زي اللي كنت بشوفها مع اصحابي اللي هي تقدر تجيبها وخلاص فشفت شركه ستاره على فيسبوك بالصدفه فكنت خايفه الصراحه اطلب بس قلت اجرب يعني واحده مش هختار حاجه بس الصراحه لما وصلت ما صدقتش من كتر ما هي حلوه والمسابقه والفينش هادي مع اني الصراحه تعصبت كتير قوي في المقاسات والتغيير اكيد اكيد اشارك معاكم واشكرهم واقول لهم قد ايه انهم مهتمين شاكرين جدا يا استاذه ميران اشكرك اشكرك طبعا المداخلات ديت جميله بتدل على مصداقيه الشركه للعميل مش اي حد هيرفع سماعه التليفون ويكلم حضرتك لازم يكون واثق مليون في الميه بالمنتج اكيد طبعا المنتج بيوصل له على حسب ما هو كان عايز تمام بتوصل له الخامه كويسه بيوصل له مثلا فينش من يعني فينش فيه اشراف عليه يعني الاوردر لما بيجي ما بيجيش مثلا من العميل للشحن على طول لا ده بيعدي بمرحله بيعدي دايره التشغيل الدايره دي ممكن اقول لك يعني كل مرحله فيهم بتبقى اصعب من اللي بعدها وبيكون فيها اشراف يعني في بدايه من خدمه العملاء لما بياخدوا مثلا الاوردر بيكونوا مركزين يعني عايزين يشوفوا العميل عايز ايه تمام يعني زي ما قلت لحضرتك يريح العميل واللي يعجبه اكيد احيانا في مثلا يعني اسلوب تركيب الستاره اسلوب تركيب الستاره في ناس بتقول لك انا عندي مش عارفه ايه مش عارفين يا مثلا بتركب على ايه فخدمه عملاء بيوصلهم بيقول يا فندم ده في مثلا يا ترى مثلا في ماسوره ولا تراك ولا بيت ستاره ولا ايه يعني تراك عاديه كمان فبتبين يعني لو حضرتك حتى بسيط العينات اللي احنا جايبينها دي غير دي غير دي يعني كلهم يعني مختلفين طبعا كل واحده فيهم بتبقى مختلفه عن الثانيه فبعد ما بياخد الاوردر بياخد المقاسات وتمام كده الموضوع بيطبع له شيت وبيوصل لقسم التصميمات عندنا بقى لو تصميم مثلا التصميم متاح عندنا بالفعل وموجود على الصفحه بيدخل على الطباعه وبيبدا بقى مرحله التشغيل بيختلف بقى تصميم عن التاني في السعر وكله لا والله هو بص حضرتك هو صراحه يعني هو المفروض تكون المفروض بس حاجه لا معينه غير ان حاجه لا جاهزه لا والله اقول لحضرتك على حاجه انا احيانا مثلا في عملاء بيبعتوا التصميم وبنعمل التصميم بعد يعني مثلا بعد ما بنعمل بريفيو بنبعت لها بريفيو صوره شبه واقعيه الستاره كانها متعلقه في البيت عندها بالظبط بتشوفها مثلا تقول طب ممكن نكبر دي طب ممكن نصغر دي طب معلش ارجع تاني طب نصغرها تاني طب معلش ده بنتي قالت لي لا نخلي دي ما اعرفش كده يعني ده كله لا احنا مش بنحاسب عليه موضوع التصميم مثلا كاسعار للتصميمات لا احنا عندنا الاسعار بالنسبه للتصميمات يعني لا اي تعديل او اي مثلا التصميم حتى لو كان صعب بننفذه لان بصراحه في موضوع التصميمات احنا اهم حاجه عندنا رضا العميل لان العميل لو راضي عن المنتج خلاص أكيد. وده بنلاقيه مثلا حضرتك خدت ستاره بعدها بيومين بتقول انا بتصل واحده تبعهم عايزين اوردر شبه بالظبط شافت بقى ستاره عجبتها عاوزه بالظبط كده اغلب الاوردرات بتجيلنا من الصور اللي على الطبيعه يعني حضرتك مثلا عملت الصوره وزي كده صاحبتك مثلا جت البيت عندك وشافت المنتج فبتصوره عايزه زي بتاعت مدام فلانة وكذا وكذا الشيء كويس بيجيب ناس بيجيب بيكيب دي عايزه زي ده غير كده اللي بيحب يفتخروا بالحاجه انا عندي ستاره ما فيش زيها لا هو صراحه تانية في ناس كتير بتقول كده بتقول مثلا انا صراحه المنتج اللي خدته من عندكم كويس جدا وناس كتير شكرت فيه
وما فيش يعني حتى لفينا في السوق ما فيش حاجه زي شبهه ما فيش لا ما احنا فعلا ما شفناه ما شفناش التصميمات ده ويليق على اي حاجه يعني الالوان اللي داخله هنا ممكن تليق على اي حاجه يعني انا شايفه كام لون داخل في بعض فيليق الالوان حتى لو حضرتك مثلا ساي في عميله بتبعت التصميم ده عاجبها بس الالوان مثلا عندها الالوان كلها على مينت على كافيه على كافيه مثلا على بيج على اوف وايت ايا كان اللون بتقول ينفع مثلا نغير ده لده ينفع عادي طبعا ايا كان يعني دي اهم ميزه عندكم ان انتوا بتصمموا على حسب هوايه العميل مثلا العميل محتاج انا ممكن اقطع حضراتكم تاني اتفضلي يا فيزيكال الو سوسوها الو انا ازي حضرتك الحمد لله تمام عايزين نعرف راي حضرتك في شغل استاذ مصطفى والشركه ما شاء الله طبعا يعني بيج ممتازه حاجه جميله يعني انا حبيت اتكلم عشان احكي تجربتي يعني جربتي منهم حاجات ما شاء الله حاجه جميله جدا يعني طب والماتيريال ايه راي حضرتك فيها تحفه جدا والالوان على الطبيعه تأثير حاجه جميله جدا انا مبدئيا يعني شخص صعب جدا بالنسبه للتفاصيل يعني بركز في كل حاجه فدورت كتير في السوق ما لقيتش حاجه مناسباني جدا يعني فكنت خلاص يعني قررت اشتري حاجه من بره بس الصراحه التكلفه كانت عاليه قوي عشان الجمارك وكده فبالصدفه بقى شفت بيج ستارة بصراحه عجبتني جدا يعني خدمه العملاء عندهم سعه صدر فظيعه يتكلموا معاكي ويتناقشوا طب عجبك ايه طب كده فكنت استقريت على ديزاين وغيرت فيه شويه حاجات عشان يليق على المكان عندي وفعلا وروني بريفيو للحاجات يعني للشغل يعني بعد التغيير وكان حلو كل حاجه بس برضو كنت متردده يعني عشان ما كانش احسن حاجه المشكله التردد ده على فكره بيخليها تدقق في كل التفاصيل فهم ساعدوني بقى لي طب يا فندم ابعتي لي صوره المكان طب احنا نساعدك وكده وفعلا حصل بعت لهم الصور وكده وساعدوني وبعتوا لي كذا حاجه طب نعمل هنا اللون وبتاع بس ما شاء الله يعني كان الشغل حلو بس لسه كنت مقلقه بصراحه بالنسبه للخامه والتأثير بس بقى لما الاوردر وصل بقى اتفاجئت حاجه فوق الخيال الالوان على الطبيعه تحفه والخامه والتقفيل وكفايه ذوقهم بجد في التعامل ربنا يخليك انت كده طمنيني اشكرك يعني يا رب دايما من نجاح لنجاح وربنا يوفقك اشكرك يا استاذه سهى اشكرك يا استاذه سهى الاستاذه سهى بالمناسبه كانت كلمت خدمه العملاء فبعدين بيقولوا لي في عميله بتقول جايه من ايطاليا قلت له ما فيش مشكله ايه يعني ايه الدروب هنا فبيقول لك كانت جايبه شغل معانا وكده فعايزه نفس ده قلت لهم طب ما يعني تصور مثلا لو كفر كوشن اللي هو الحاجه صغيره زي ده بص حاجه يعني حاجه صغيره جدا يعني زي كده فعايزه تعمل الستاير شبه ده قلت لهم ماشي ما فيش مشكله هتصور الصوره ويتم تنفيذها تترسم من تاني بتترسم من اول وجديد يعني تمام مفيش مشكله طب كلمتها فيا فندم طب حضرتك بالنسبه للمقاسات واتفقنا على كل حاجه تمام بتقول لي الاوردر لو ما جاش مثلا بالمواصفات اللي انا كنت شايفاها في ايطاليا انا هرجعه قلت له والله بس اي عميل طبعا اكيد طبعا اكيد فعدلنا فيه صممنا الشكل وتمام وبعتنا لها بريفيو الدروب هنا بقى ان هي كانت واخده تقريبا 8 ستاير 8 فبتقول ما تزعلوش بقى لو مثلا التقفيل او حاجه ما عجبتنيش هي بقى عايزه تاخد الغلطه هي عايزه تاخد حاجه زي ايطاليا بتقول انا قاعده في ايطاليا ونزلت مصر واستقريت خلاص في مصر وكده وعايزه شغل نفس اللي اخدته فكل شويه كانت تكلمني معلش طب انا قلقانه فبقول لها يا فندم الشغل هيجي لحضرتك لو الشغل ما كانش بالمواصفات اللي انت طلبتيها اللي حضرتك طلباها بالنسبه كلون كتصميم كتقفيل ككل حاجه يعني الستاره اللي ما كانتش تنفع تتعلق في بيت حضرتك خلاص مفيش مشكله تمام. ترجع يعني يرجع الاوردر تاني بس فاول ما وصلها الاوردر صراحه كنت مستني اتصالها يعني اللي هو انا مش قلقان ولا كده بس لا مستني اتصالها لان الحمد لله يعني عندي ثقه كبيره في الشركه ككل حاجه لان مش اول مره الشغل الحمد لله مش اول مره وبيجي لنا مثلا ردود يعني ردود من الناس كتير يعني العملاء الحمد لله كله بيشكر والحمد لله ان هي شكرت في المنتج اللي وصلنا الحمد لله طب الحمد لله ربنا يخليك عايزين برضه نتكلم عن الالوان انا شايفه ان الالوان بسم الله ما شاء الله مزهزهه كده وكويسه طيب بعد الغسيل ايه الدنيا بقى لا يعني الموضوع ده الموضوع ده بالذات بيقلقني لان احنا يعني انا كربه منزل وكده جربت حاجات تبقى ستاره كويسه جدا اغسلها تطلع شكل تاني ده في ممكن ان انا الستاير بتبقى لونها بيش كده والرسومات اللي فيها بتبهت فتخرج الستاره
بجميع الالوان، اللون البيج ده بيضيع، فانا عايزه بقى اعرف الالوان اللي بتخش على بعضها كلها. لا لا كلها على بعضها. ايه بقى النظام الالوان عند شركه ستاره؟ لا الحمد لله احنا اولا بنستخدم احبار فرنسيه، تمام؟ الاحبار الفرنسيه الحمد لله، حتى لو طبق حتى لو الستاره. طب انت الستاره اللي حضرتك بتور عليها دي هو كله كله كله. عايزين بس المشاهدين يشوفوا الستاير افردها كده. هو مثلا لو بصينا كده اهو، دي لو اتغسلت مثلا دي لون كحلي واللون الابيض مستحيل لون يخلط على اللون لو ايه اللي حصل. طب اقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا جربنا لما تعاملنا مع الشركه بتاعت الاحبار دي، جربنا ان احنا نغسل الستاير بكلور ابيض مش كلور الوان، كلور الابيض كلور هو الخام العادي. أيوة. كلور اللي هو بتاع القماش الابيض. تمام. بعد ما غسلناها ما فيش اي حاجه حصلت للستار، يعني معقوله فيش كلور هنا طبيعي؟ لا 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 بجد، لا البجد يعني الموضوع ده الكلور ده بيبقى حامي جدا على الالوان، بيأثر على الالوان وبيطلع جداً. اللون لا انا بقول لك حتى اللون ما بهتش مش لون مطلع. طب افرع الشغل كده ووريه عشان اهو زي حضرتك ما شايفها. طيب شوف لنا برده ستاره ثانيه كده حضرتك امسكها. تمام. هي الكاميرا قدام حضرتك، يا ريت توري الساده المشاهدين. توري برده الساده المشاهدين الخامات والمنتجات بتاعتها. مثلا احنا لو بصينا، انا هعمل زوم، دي مثلا زي ما قلنا اللي هو اسلوب تقفيل الستاره بالنسبه للايه للماسوره، دي تركب في حاجه اسمها ماسوره. الماسوره دي اهي لو بصينا كده، ودي جنب زي ما حضرتك شايفه، يعني مستحيل لون، يعني اللون البني ده غامق واللون اللي تحته ده بيج فاتح وايت. اكيد طبعا، فمستحيل اللون يعني ايه يخلط لو حضرتك بتتكلمي على اللون، يعني مستحيل لو جيتي غسلتيها مستحيل يحصل لها اي حاجه. تمام. بالنسبه برضو للتقفيل الفينش، لو حضرتك مثلا عملت زوم انه كده هتشوف الفينش بتاعها ما فيهوش اي، ما فيهوش الهوا يعني، ما فيهوش الغلطه زي ما بيقولوا. لا الحمد لله، يعني لو بصينا برضو حضرتك لو الخامات كلها انا زي ما قلت لك، يعني الموف دي برضو الوانها جميله. دي ممتازه. طيب برضو معموله كده دواير؟ لا دي مش معموله دواير، هو في حاجات في بيبقى معمول اهي زي مثلا دي ماسوره. ده ماسوره، ده ماسوره. لكن دي تركب في ماسوره. لا دي مش معموله ماسوره، دي معموله شريط كده عشان بسيها كبيره، لو فردتها مش عارفه لما دي بتركب بحاجه اهو، ده اسمه شريط بيتعلق كده في بيت ستاره. بصي الخيوط دي. ايوه الدبل بيتدخل في دبل كده. حاجه اسمها كوبش كده. تمام. لو بتتكرمش كده بتتكشكش، بتتشد كده بتبقى مكشكشه زي اللي في الصوره اللي موجوده، لو جيت حضرتك عملت زوم انت كده هتشوفها. ايوه بيبقى شكلها زي كده. دي بتبقى مناسبه للعميل، وفي عميل تاني مش بتبقى مناسبه له على حسب المواسير اللي راكبه عنده. بس ودي زي ما قلنا اللي هي ايه اللي بتركب في الماسوره. بس كده. انتوا واثقين في شغلكم؟ لا هو الحمد لله احنا لو مش واثقين في شغلنا او الشغل بتاعنا يعني نجيب كرول وخلاص. اتفضلي اهو. انا عايزه اقول كمان يعني بصي الشغل متناسق ازاي. الشغل ما شاء الله عليه بجد. والخامه طريه جدا، ويعني استحاله ان الالوان تبوظ يعني صراحه، يعني انا شايفاها كده ان الخامه طريه. بصي استاذه ايه، الخامه طريه جدا والتقفيل والفينش روعه صراحه. يعني بسم الله ما شاء الله الشغل كويس جدا الحمد لله. يعني احنا تعاملنا مع براندات كبيره، وحضرتك يعني في احيانا في محلات فتحت وفي براندات خاصه مثلا بيوتي سنترز، وفي عيادات اشتغلنا لعيادات كتير، اشتغلنا مثلا لاماكن جيم. جيم كانت عملاء اتصلوا مثلا في مكان عندهم عايزين يعملوا ستاير، بس من ناحيه عشان الشمس طبعا بيحطوا البلاك اوت، ومن الناحيه الثانيه بيكون عايزين شكل، ما ينفعش مثلا يقول انا مش عايز الشكل ده يكون مثلا لون بيج فاتح بس كده او لون ساده. لا بالنسبه بقى الشمس، معلش اتفضلي، الشمس اكيد لما بتيجي على الحاجه بتدوبها. الستاره انزل. لا بص حضرتك احنا مدين ضمان ان اكتر حاجه معضله احنا النهارده العملاء بتوعنا جايين مدين ضمان 10 سنين يا جماعه. يعني الناس جايه واثقه من نفسها. بسم الله ما شاء الله، يعني كل اللي جاي معانا ضمان ضمان ضمان. اكيد انا لو مش واثق في المنتج بتاعي مش هطلع مثلا اقول للعميل لو ما عجبكش المنتج ما تاخدوش. انا مثلا اتكلفت فلوس شحن واتكلفت وقت واتكلفت خامات، دي حاجه. الحاجه الثانيه مثلا انا مش هدي ضمان على حاجه وانا حاسس ان الفينش بتاعها ضعيف، او انا حاسس ان الخامه بتاعتي ضعيفه، لا مستحيل. طب عاوزين نعرف بقى من حضرتك في السريع كده التواصل ازاي؟ التواصل احنا في اكتر من طريقه للتواصل، في احنا عاملين ارقام واتساب اكيد طبعا ممكن تكون ظاهره على الشاشه، في صفحه الشركه على على الفيسبوك، وفي كمان برضو اكيد كل حاجه كل حاجه معروضه على يعني الحمد لله معروضه على الشاشه اكتر من اكتر من يعني طريقه للاتصال وكده. احنا نشكر حضرتك يا باشمهندس، ونتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا. وحضرتك طيب. حضرتك طيب. انتظرونا في الفقره الثانيه مع الهاند ميد والاكسسوارات.